مرحبا بكم في يومية جديدة من يوميات ماستر شيف المغرب. غادي نبداوها مع ماستر كلاس للشيف مريم الطاهري، خريجة معاهد عليا في الطبخ والحلويات، واللي كتمثل التجديد في الطبخ المغربي، واللي غادي تقدم لنا مقابلة بحوت الأوماغ، وغادي توري للمشاركين تقنيات جديدة في التقديم. اليوم غنشوفوا واحد الوصفة سهلة، اون انتري اللي عزيز عليا بزاف، وغنوري لكم دي تكنيك ديال التقديم. غنبداو بواحد لا فينيغريت. دونك عندي هنا شي شويه ديال يوغورت الحامض العسل، غنستعملوا فخوي لا باسيون بيان سور، الملح والبزار. شنو غنديروا؟ غنديروا اون ايميلسيون خويا ديال يوغورت، غندير شي شويه العسل، شويه الملح باش نبداو، شويه البزار، غندير التقاده ديال جوج ديال لي فخوي لا باسيون. علاش استعملنا لي فخوي لا باسيون هاد النوع؟ اسيديتي، حموضه. فوالا، غندير طريف الحامض، غنخلطو تخليطه وحده، و فيريفي لا كونسيستانس. لا كونسيستانس نقلبو عليها هي هادي باش تقبط لينا مزيان في لو فون د لاسيت. فوالا، انا غنديباراسي هنا اي اون فا باسي لوماغ. دونك غنستعمل شي شويه زيت البلديه، غير شي شويه، ان بو د جانجمبر باش يطلق هذيك النسمه، او سيترون فير. فتو خدمتو بلوماغ قبل ياك؟ شكون اللي ما عمرو ما خدم به؟ حالي ما اجي غتشدي بحال هكا، وحاجه تقدري ديريها تجي خاصها تحيد ياك. لا ميغ فاسون هي تندورو تنهرسو هاد الجهه. فوالا، يلا هرس بحال اللي قلتلك. فوالا، دوسمون دوسمون، فوالا، حيت بغيتي تخلي لا شير انتاكت. دابا تقدري تبداي تجبديه من هاد الجهه. المره الاولى سوبر. شكرا حليمه. شكرا. دونك شنو غنديرو؟ غنقطعو دواور. فوالا، دونك هاد لي تخوا بتي ميدايون شنو غندير؟ غنديرهم في هاد الزيت. اي كاس سافا نو بيرميتخ شنو؟ غتبقى اللحم طريه. الحاجه الاخرى اللي غنوريكم، انا عزيز عليا بزاف لي كويسون فابور. شفتكم بزاف تيستعملوا طراف كبار ديال باغ اكزومبل ديال لي بروكولي، ملي الواحد تيطيب في الدار واخا، ولكن ما كاين حتى شي مشكل الا الواحد لاحظ وعطى ان تي بو دامبورطونس للتقديم. ناخذ طرف بحال هكا داكور ديال الشوفلور باغ اكزومبل. دون سكالا درت ان ميلونج شوفلور و لاخر ديال بروكولي. دونك بيان ايفيدامون يديا ديما بحال هكا. ودابا نقدر نزيد زيت البلديه ديالي ان تي بو على لي دو، غنديرو ان تي بو دو سيل. الوغ سكو ما فير، غندوزو لدريساج. غنبداو بلا فينيغريت ديالنا. دونك بحال اللي شفتو عندها شويه لا كونسيستونس اون مايونيز، هادشي علاش في لي زيبروف تنقول لكم خليو الوقت للدريساج ما تزربوش. اي انفان لو تخوازيام بيتي مورسو. ابخي شنو غنديرو؟ غنديرو دي بيتي مورسو دو شوفلور. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va interchanger pour jouer un petit peu avec les couleurs, d'avoir un peu de vert, un peu de blanc aussi. Je n'aurai pas d'eau, tu as fait les sushis. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un petit peu de la touche salée, le tabac. Nous allons faire un élément à l'autre. هما لي بتيت بيروز الله يخليك. تقدر تجيب لي لي بيروز؟ غنزيد كلكو بو. الوغ عايزه تشوفو تنستعمل غير لي بو. دونك الا بغيتو تقربو من بعد ماستر كلاس للشيف مريم، غادي ننتقلو لمدينة الداخلة باش نتعرفو على طرق تربية المحار. المحار أو لي زويتخ هو من الرخويات اللي عندها فوائد صحية كبيرة،
اليوم غادي نتعرفوا على أهم طرق تربية المحار واللي كتتم يا إما عن طريق الزراعة بحبال معلقة أو حبال طويلة أو عن طريق الزراعة على القوائم الخشبية. وفي هذه الطريقة كيتم وضع الحبال في مناطق تكاثر طبيعية للمحار باش يمر من بعدها بمجموعة من المراحل الإنتاج حتى الخروج لسوق الاستهلاك. وبالرجوع لأجواء المنافسة، المشارك ديالنا من مدينة الناظور عادل تميز بحرفيته في طبخ السمك وكان أول مشارك يتسلم طابلية ماستر شيف. بارك الله عليك على الحكاية. تخي بيان الحكاية. بون شونس. وانا كنقدم الطبق ديالي لجنة التحكيم كانت عندي واحد الثقة في النفس حيت كنظن انني درت شي حاجة اللي يمكن مغايرة شوية لي كونديدار اخرين. عادل غتقدم لنا هاد الطبق ديالك؟ لادوغات حاولت نخدم هاد الصولة مونية ودرت لاصوص بلانكو وكريم فخوش. التقنية ديالها وكيفاش خرجت لك لاصوص، برافو عليك. بعدا التقنية كاينة واخا حنايا غندوقو. شكرا عادل. إحساس رائع وزوين أنك يعني وصلت لواحد المرحلة أنك تحط قدام أشخاص محترفين وأنت اللي تخدم لهم واحد الطبق. الحوت ولا صوص كاينة غير لا غارنيتور اللي ناقصة شي شوية، ولكن مزيان تبارك الله عليك. أوصى بكم حصلوا على التنويه الخاص ديال اللجنة اليوم. عادل من تنطق الاسم ديالي هو الأول، واحد الفرحة ما تصورش، واحد الراحة البال. كاع داكشي اللي كان فيا من اعصاب ولا من ستريس ولا من تخوف كله ولا العكس ديالو، كله ولا فرحه. عادل ربح الرهان مدينه الداخله وبالابتسامه ديالو كان هي حلقه اليوم. نتلاقاو غدا في نفس المواعيد.